هل من لم يستطع صيام هذه الست من شوال يجوز له صيامها بعد انقضائه؟ هذه المسألة أيضا مما حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه الصواب من أقوال أهل العلم في هذا أنه إذا انتهى شهر شوال ولم يصم المرء هذه الست، وإن كان ذلك لعذر، فإنه لا يشرع له في هذه الحال أنه يصوم هذه الأيام بعد انقضاء هذا الشهر، لأن صيام هذه الست سنة قد فات محلها، سنة قد فات محلها، ولأنها سنة مقيدة بشهر، فصيام هذه الست شرع صيامها مقيدا في شهر معين وهو شهر شوال، فهي سنة فات محلها ومقيدة بشهر معين، فإذا فات هذا الشهر فلا يشرع في هذه الحال أن تصام بعد ذلك. وهذا اختيار العلامة بن باز رحمه الله، رجح هذا القول أنه لا يشرع صومها لمن كان له عذر من مرض أو نحوه، وإذا كان هذا المرء بعد ذلك ممن هو يتحرى صيام هذه الست في ما كان مما مضى من السنين، فإن الله عز وجل يكتب له أجر عمله، لما دل عليه حديث من سافر أو مرض كتب أجر صيامه وصلاته صحيحا مقيما. فهذا العبد ما منعه من صيام هذه الست إلا شيء من ما قدره الله عز وجل، فإذا منعه مانع من قدر الله عز وجل وكان من شأنه تحري هذه العبادة، فإن الله عز وجل يكتب له أجر صيام هذه الست، كما هو الحال في من يمرض فيترك السنن الرواتب أو يعجز عما كان عليه من العمل، فإن الله عز وجل يكتب له ذلك كأجر الصحيح المقيم. نعم.